التفاعل الاتي ادخل 2 من 10 مول للSO3 في وعاء ساعة لتر، وسخنت الكمية لدرجة حرارة معينة وعند الاتزان اتفكت 10%. من غاز الSO3 ممكن يسبب الاتزان، عايز حد قال حفة. أول حاجة اكتب المعدل 2SO3 سهم ال 2SO2 زائد الO2. مبدئيا كده حضرتك هو عاوز ثابت الاتزان يعني الكي سي. والكي سي هي نواتج على المتفاعلات. انت عندك تركيز الSO2، الSO2 تربيع في الO2 على الSO3 كام؟ تربيع. هو انت عندك تركيز في المسألة؟ يبقى اروح اجيب. انت كده كده عارف ان التركيز عدد المولات بيساوي التركيز في ايه؟ في الحجم اللي هو انت كنت واخده زمان اللي هو ال ام ام في. هو هو. المهم انا محتاج اجيب مين؟ تركيز. يبقى عدد المولات على ايه؟ هو انت عندك هنا الحجم قد ايه؟ في وعاء ساعته ايه؟ لتر. يبقى الحجم واحد. يبقى عدد المولات اللي هجيبه هو هو التركيز. عدد المولات اللي هجيبه هو هو التركيز، كده كده مقسم على واحد فيديني نفس الرقم. ماشي. ففاضل لي عدد المولات، بجيبها ازاي في مسائل عند الاتزان، الجزء قبل الاتزان وبعد الاتزان؟ أول حاجة بجيب عدد مولات المعدل اللي مديها لي في المسألة. ده 2 مول، ده 2 مول، ده 1. بعد كده أجيب عدد مولات المسألة اللي مديها لي. هو بيقول لك ايه؟ 2 من 10 مول من الاس او 3. اداك عدد مولات تاني؟ يبقى اعمل كده. ما ادانيش. اللي بعده. عدد مولات الاتزان. عدد مولات الاتزان. عدد مولات الاتزان هو قال لك تتفكك قد ايه؟ 10. يعني ده اتفكك منه 10%، يبقى هنا اقول له عدد مولات اللي اتفكك. والاتزان ده اللي ايه؟ اللي اتبقى. طب انا هجيبها ازاي؟ اقول لك الاثنين من 10 اتفكك منهم 10%، مش هتعرف تجيبها لي؟ يبقى الاثنين من 10 في 10 على كام؟ يلا قول لي اتفكك قد ايه؟ 2 من 100. يبقى هنا حضرتك اتفكت 2 2 من 100. تمام؟ يبقى 2 من 10 في 10 على 100 ب 2 من 100 اتفكت. هو حضرتك مش اللي اتفكك ده المفروض بطرحه من اللي معاه عشان اعرف اتبقى منه كام؟ 2 من 10 ناقص 2 من 100 بكام؟ 18 من 100. ده اللي هو الاس او 3 اللي هعوض بيه هنا. هو ده عدد المولات اللي هو لما اقسمه على الحجم هشتغل بيه. المهم هو مش ده يا جدعان ال 2 من 100 اللي اتفكك؟ ايه هيتفكك يروح هناك ولا يروح بره ولا يروح عند النواتج؟ هو ده قصاده كام مول؟ 2. يبقى ال 2 مرتب عنده كام؟ 2. والواحد مرتب عنده كام؟ امسك الارقام. ده عوض بيه هنا. ده عوض بيه هنا. احسب. سالب 1 و2 في 10 أس سالب 4.